مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل المصريين. اهلا بيكم في حلقه جديده من دفتر احوال. برنامج دفتر احوال هو برنامج المشاكل، مش المشاكل، هنقول المشاكل وحلها، لان مش عايزين نسمع المشاكل وما يكونش ليها حل. اكيد كل مشكله في الدنيا ليها حل، عندنا كل الحلول للمشاكل القانونيه، بنتكلم في الاطار القانوني في الاطار الخدمي. برنامجنا هو دفتر احوال بيعالج المشكله لحد ما يوصل لك حلها، ان كان باستشاره، ان كان بمساعده عن طريق مسؤول. كل الامور دي بنساعد في حلها. برنامج دفتر احوال موجود على الفيسبوك، صفحه طوال 24 ساعه مفتوحه، وفي يعني اداريين جوه الصفحه بيردوا على الاستفسارات، على الاسئله، على الاستشارات القانونيه، على المساعدات اللي من جانب الوزارات ان كان يستدعي الامر. بنحاول نحل ده. بالعربي هي دفتر احوال على الفيسبوك، ارقامنا موجوده على الشاشه، اي حد عنده استفسار، عنده سؤال، احنا موجودين. دايما وظيفتنا ان احنا نسهل، احنا حلقه الوصل ما بين المسؤول وما بين المواطن العادي. اكيد المسؤول عنده زخم، عنده بعض المساعدين اللي بيأدوا الدور المظبوط، ومنهم اللي ما بيعملش ده. احنا بنساعد مؤسسات الدولة ان احنا نوصل بان المواطن يتحل مشكلته. برحب بيكم النهاردة، معايا النهاردة لقاء مختلف شوية، ضيفي النهاردة مختلف شوية، يعني هو لقب بصقر الادارات القانونية. الحلقة النهاردة فحواها او محتواها مختلف شوية، هتكلم عن الادارات القانونية. يعني ايه الادارات القانونية؟ يعني بتساعدنا في ايه؟ بتفيد المواطن في ايه؟ كل ده هنسمعه النهاردة من ضيفي العزيز على قلبي، اللي حابب ارحب بيه الاول في بداية لقائي، وهو المستشار حسام سعيد مصطفى، صقر الادارات. حبيبي ربنا يبارك في معاليكم. لقبت بصقر الادارات. ده شرف ليا طبعا. احكي لنا النهارده، انا عايز اسمع منك كل حاجه بشان الادارات القانونيه، ايه الجديد وايه اللي بيدور في الساحه اللي احنا ما نعرفوش، وهيعود على المواطن بايه؟ يعني خليني في بدايه اللقاء كده اسالك ايه هي الادارات القانونيه؟ يعني انا مش فاهم، خليني كمواطن عادي مش فاهم ايه هي الاداره القانونيه. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا بشكر معاليك يا استاذ ابراهيم على هذه الاستضافه الرائعه، وطبعا دي مش اول لقاء ما بيننا، لكن دايما اللقاءات مع حضرتك بتبقى مختلفه وبتبقى ممتعه، لان دايما لما اكون بتناقش مع حد فاهم وحد ملم بالتفاصيل فاكيد بيبقى اللقاء مسري وبيبقى لقاء جميل. اولا محامين الادارات القانونيه. محامين الادارات القانونيه دول فئه داخل نقابه المحامين، مقيدين في نقابه المحامين، ولكن هم بيمثلوا الإدارات القانونية داخل الجهات التي لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة في الشخصيات الاعتبارية العامة والهيئات العامة وشركات قطاع العام. كلام كبير. لا لا، أنا حابب أوقفك، أنا آسف اسمح لي أوقفك، لأنه الكلام خلينا اللي بيشوفني ويشوفك دلوقتي هو مواطن عادي كويس، فيصعب يعني على عقله استيعاب المصطلحات الكبيرة. خليني بالبلدي، المحاماة فيها فئتين، فيها محامي حر اللي الناس كلها عارفاه، اللي هو موجود اللي مكتبه بيتعامل مع الجهات الحكوميه اللي هي الهيئات العامه والشركات قطاع العام وقطاع الاعمال العام والبنوك العامه، كل اللي والجهاز اللي هي الاذاعه والتلفزيون اي جهه حكوميه او قطاع اعمال، دول كلهم جواهم محامين الشؤون القانونيه، اسمها اداره قانونيه، دي اسمها اداره قانونيه. المحامين اللي موجودين جوه الاداره القانونيه دي هم دول محامين الادارات القانونيه، يعتبر هم اللي بيمثلوا الـ هذه الجهات امام التقاضي او القضاء او امام الجهات الاخرى من الناحيه القانونيه. ده كلام جميل. فمحامين الاداره القانونيه النهارده يعتبروا كل عملهم هو ما يخص اي عمل يخص المحاماه داخل هذه الجهه. ده كلام. فده ببساطه شديده جدا كويس. جدا خالص. خليني اسالك سؤال تاني، يعني يمكن انا هقعد اسالك كتير اسئله كتير، براحتك وانا معاك، ده عشان ان المشاهد يوصل له ويفهم ايه الامور الحياتيه جوه الادارات القانونيه. طيب. الاول الادارات القانونيه والاتحاد العام ده، يعني اولا يعني ايه الاتحاد العام للادارات القانونيه؟ هو الاتحاد العام لمحامين الادارات القانونيه ده اتحاد بيضم الساده الزملاء المحامين على مستوى الجمهوريه، ده اسس وانشئ بموافقه معالي النقيب سامي عاشور، وكان في مؤتمر للتدشين بتاريخ 23/11 للتأسيس والتدشين، حضروا معالي النقيب شخصيا. ده الحمد لله كنت بأشرف ان انا مؤسس الاتحاد ومعايا عدد كبير من السادة الزملاء المحترمين.
بيمثلوا الاتحاد لأول مرة من سنة 1912 إلى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي، ينشأ اتحاد لمحامين الإدارات القانونية داخل النقابة العامة يضم جميع محامين الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية بالكامل، يمثل في جميع محافظات مصر. في اتحادات ظهرت قبل كده وفي اتحادات ممكن تظهر بعد كده، لكن ده الاتحاد اللي كان متخلاه متفرد، ان هو ده الاتحاد الوحيد اللي أنشئ كل مصر مشاركة فيه من جميع أنحاء الجمهورية وجميع المحافظات، ففي أمانات تخص المحافظات كلها. خليني أقول إنه سقط مني سهوا، هو مش سقوط، إنه إن معالي المستشار حسام سعيد هو رئيس الاتحاد العام للإدارات القانونية لمحامين الإدارات القانونية. بالظبط كده. عايز أسألك سؤال، هو هل ده بالانتخاب أو بالتعيين أو؟ إحنا النهاردة التأسيس اللائحة بتاعت الاتحاد، اللائحة التأسيسية قالت ان في الفتره الاولانيه بالاختيار لحين استقرار الاتحاد ومرور عامين على انشائه، وبعد كده بيبقى بالانتخاب. وده كل الاتحادات كل الامانات اللي على مستوى الجمهوريه منشاه بموافقه معالي النقيب سامي عاشور وواخده شرعيه النقابه العامه. طيب عايز اسالك سؤال مهم جدا، يعني هو بيدور في اذهاني وذهنك اكيد كل المشاهدين، انا كمواطن انساني بقى كقانوني او خلافه، انا كمواطن عائد عليا بايه الادارات القانونيه وتفيدني بايه كمواطن؟ انا النهارده ولا شغال في جهه حكوميه ولا يعني في قطاع اعمال، انا راجل عامل. ما هو النهارده 90% من الادارات القانونيه اللي احنا بنعمل وبنشرف بالعمل فيها فيها 90% من المال العام. جميع شركات مصر النهارده كقطاع عام وقطاع اعمال عام وهيئات بتدير محافظ ماليه للوزارات اللي هم شغالين فيها. ده معناه ان انتوا يعني شغلانتكم فيها جزء رقابي شويه على اصول واموال الجهه اللي انت فيها. احنا شغالين في كده. اللي انت في ادارتها. احنا اللي بنعمل التعاقدات مع الجهه، مع الجهات بتاعتنا، مع الجهات الاخرى، وجهات ممكن تكون تعاقدات دي بملايين وتتخطى الملايين كمان بالنسبه للمال العام. احنا النهارده اللي بنشتغل في المناقصات وفي المزايدات واي شيء بيتم من خلال الدوله او المؤسسات اللي احنا شغالين فيها، احنا اللي بنصيغ العقود بتاعتها. فبالتالي شغلانتك فيها جزء من الخطوره في انك ازاي يعني تبقى بتحجم الامور على انك تحافظ على المال للجهه اللي انت فيها. مظبوط. وكذا الادارات كلها، فبالتالي شغلانتكم مهمه جدا للمواطن المصري. مظبوط، لان النهارده انا لما باجي اعمل عقد او الكلام ده كله لازم احط في كل تصور قدامي، هل يا ترى البند اللي انا بحطه ده هيحافظ مستقبلا على المال العام ولا هيحصل من وراء اهدار؟ ما انا صح. ممكن النهارده يصير نزاع ما بيني وما بين الجهه الاخرى اللي انا متعاقد معاها، النزاع ده ما يجيش في صالح الشركه بتاعتي او الجهه بتاعتي او الهيئه، فبالتالي النهارده الدوله هتخسر ملايين. احنا بنتكلم في بند، البند ده لو ما اتصاغش صياغه منضبطه بالفاظ منضبطه قانونيه تحمي اموال الشعب، فبالتالي الاموال دي هتضيع. احنا لو تغلنا النهارده في قضايا بالتحكيم ما بيننا وما بين دول وما بيننا وما بين هيئات وما بيننا وما بين مؤسسات و التعاقدات دي بملايين، فلو دخلنا النهارده في التقاضي او دخلنا في التحكيم لو ما كنتش العقود دي مصاغه صياغه دقيقه ومنضبطه ووفقا للقانون هنخسر. فبالتالي صح. انا اول حاجه بعملها النهارده حلقه ربط او حلقه وصل مهمه جدا في انك تحافظ على المال العام للاداره اللي انت فيها. ما هو انا النهارده لو ما كنتش وقفت على كل بند وعلى كل كلمه بتنقال وكل حرف بينصاغ، فبالتالي هيحصل من وراه مشكله، فبالتالي هنلاقي نفسنا احنا النهارده بنخسر ملايين. والدوله طبعا دلوقتي في اتجاه ان الدوله بتحاول تعظم ايراداتها وبتحاول انها تضرب الفساد من منبعه. مزبوط. وطبعا ده توجه مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال يا جماعه مش هيحصل فساد في الدوله دي بعد صح. كده. وبالتالي احنا النهارده انت ليك دور مهم جدا في انك انت اللي بتشاور على الفساد اذا كان موجود في الاداره القانونيه بتاعتك. انا قلتها وبقولها تاني، قلتها في اكتر من مؤتمر وفي اكتر من مكان، محامي الاداره القانونيه هو الوحيد اللي يقدر يدفن القتيل في المكان اللي هو فيه، وهو الوحيد اللي يقدر يطلعه. صح. يعني انا النهارده احنا موجودين وبيشتغل معانا اجهزه رقابيه كتير، بيشتغل معانا الجهاز المركزي للمحاسبات، وبيشتغل معانا هيئه الرقابه الاداريه، وبيشتغل معانا كتير والنيابه الاداريه و الناس دي بتيجي علينا رقابيين، لكن لو انا النهارده ما قدرتش اشاور لهم على موطن الفساد فين مش هيقدروا يوصلوا له، لان انا ببقى عارف الخلل، لانك في قلب الاحداث، انا اللي في قلب الحادث، ببقى عارف موطن القوه وموطن الضعف. فلو النهارده افترضنا، انا هدي مثال صغير يا استاذ ابراهيم، لو حصل النهارده ان انا عايز اعمل تعاقد مع اي جهه او اي شيء، لو انا ما كنتش النهارده هقفل باب الفساد ده من الاول هيصير نزاع من الاول، لكن صح. لو النهارده عندي القدره والسلطه او عندي القدره والصلاحيه والاستقلاليه ان انا اقدر اقول لا ستوب، مفيش هنا هيجي فساد، هيصير هنا نزاع مستقبلا، فبالتالي انا يعتبر حائط الصد الاول قبل الجهات الرقابيه عن المال العام. صح، ده كلام مظبوط. انا مقتنع، انا مقتنع الجهات الرقابيه جهات رقابيه لاحقه
على ابرام العقود وعلى تنفيذ الالتزامات و و و الا اني انا في الاول لو ما كانش ليا رؤيه وما كانش ليا نظره ان الحاجه اللي انا مكلف بيها دي هيطلع من وراها فساد او هيطلع من وراها شبهه فساد. وطبعا احنا بنحاول قدر الامكان ندقق في كل كبيره وكل صغيره، لان ده من خلال التعاقدات او الاتفاقات اللي بتتم مع جهات اخرى ان كانت حكوميه او قطاع خاص. اي شيء ده كلام مظبوط بالظبط. ما التعاملات بتبقى ما بين الحكومه جهات حكوميه مع بعضها او ما بين القطاع الخاص او ما بين جهات دوليه. صح. لان انت عندك حضرتك النهارده مثلا هيئه وليكن زي هيئه قناه السويس، المحامين اللي موجودين فيها محامين ادارات قانونيه. صح كلام مظبوط. النهارده الاذاعه والتلفزيون محامين ادارات قانونيه، البنوك العامه محامين ادارات قانونيه. فبالتالي انت تتعامل مع كل الجهات في كل الجهات في المحيط ان كان خارجي او داخلي جوه مصر. كلام مظبوط مظبوط. خليني اسالك سؤال بالصفه شويه، بصفتك يعني رئيس الاتحاد، صح كده؟ صحيح. المسمى مظبوط، رئيس الاتحاد العام. صحيح. لمحامين ايه رايك في احوال الادارات القانونيه؟ والله السؤال ده في الصميم، ويمكن هو ده من اهم الاسئله اللي انا فعلا كنت اتمنى حضرتك تسالني. يعني خليني اسالك السؤال ده، يمكن بسالك عن تقييمك الاتحاد بغض النظر بقى عن، يعني انا هتكلم بصفه عامه شموليه شويه. طبعا النهارده محامي الاداره القانونيه للاسف الشديد القانون لما صدر سنه 47 لسنه 73. ايام ما صدر كان صدر في عهد الرئيس الراحل الله يرحمه انور السادات. لما جه يطلعه قال في المطبطه اللي كانت موجوده جوه مجلس الشعب، قال ان محامين الادارات القانونيه بيعملوا نفس العمل محامين هيئه قضايا الدوله كانت ساعتها اسمها قلم قضايا الحكومه، الا ان المميزات اللي هي المفروض ياخدوها والحصانات مش هنقدر نديها لهم دلوقتي عشان خاطر ميزانيه الحرب كانت في الفتره دي، فما كانش يقدر يحمل الدوله اعباء. فالقانون ده ما تعدلش من سنه 73 الى الان. للاسف الشديد مع تطورات الاحداث اللي بتحصل ديت دلوقتي، ويعتبر احنا الوضع اتغير عن 73 والحال اتغير عن 73، فلازم يحصل تعديل يواكب هذا العصر. التعديل ده احنا بنطلب منه حاجه واحده فقط لغير، قبل ما بنتكلم عن النواحي الماليه او المميزات، لان طبعا انا في النهايه انا موظف داخل جهه العمل، موظف معين محامي داخل جهه العمل. صح. بنقول يا جماعه لازم تدونا جزء من الاستقلاليه. النهارده الاستقلاليه دي هي اللي تخليني اقدر اشتغل بمنأى عن توجهات الاداره، وان انا ما تكونش موظف تحت ادارته يقول لي اعمل دي غصب عني بقى ويبدا ينكل بيا، ويقدر يقول لي لا لو ما عملتش دي انا هنقلك انا هوديك. طب خليني اسالك سؤال في اطار نفس الموضوع، انتوا ما طالبتوش بده؟ طالبنا وبنطالب الى الان مين؟ طالبنا بالنهارده باستقلاليه، وقدمنا قبل كده مشروع في البرلمان. قدام مين في ده عايز اساله، في البرلمان؟ في البرلمان ودخلنا مجلس الشعب تقديم مجلس الشعب. مين اللي قدم لكم الطلب ده؟ انا هقول لمعاليك، احنا من حوالي اكتر من حوالي 3 سنين او 4 سنين انا قدمنا مذكره لرئاسه الجمهوريه، وانا شرفت ان انا كنت حملت الرساله وقدمت المذكره ديت، وقعدت مع مستشارين في رئاسه الجمهوريه وكنا بنتكلم عن الاستقلاليه، وهم كانوا مؤيدين الاستقلاليه، بس الوضع الحالي مع حاله البلد الفتره اللي فاتت كانت بالنسبه لنا تعتبر صعبه شويه ان هم يستجيبوا، لان الدوله دلوقتي بدات تبص لنا بعين ثانيه مختلفه شويه. دايما النقابه العامه وعلى راسها معالي النقيب سامي عاشور دايما بيدعم استقلاليتنا، وبصراحه ما حاول واكتر من مره ان هو يمرر القانون الفتره اللي فاتت، لكن طبعا نتيجه ان الدوله كانت لسه ما استقرتش قوي، وكان في قوانين هم من وجهه نظر الدوله طبعا هي لها الاولويه انها للرؤيه بتاعتها، ان في قوانين تعتبر كانت لها اهميه شويه، فبالتالي ارجعوا مناقشه قانون الادارات. الا ان الدوله دلوقتي حاليا بدات تبص لمحامي الادارات القانونيه، وفعلا في قانون دلوقتي موجود داخل البرلمان. يعني النقيب سامي عاشور شكل لجنه. ما هو ده اللي عايز اسالك فيه، انه نقيب المحامين هو اللي بيمثلكم في مجلس الشعب. طبعا هو احنا اساسا في الاول وفي الاخر احنا محامين، وجزء من نقابه المحامين، وجزء كبير وجزء مهم. طب ترد على طلب النقيب ترد على طلب النقيب في تعديل طبعا بخصوص الماده؟ طبعا لا هو اول ما المواد دخلت هيتحدد حاجه اسمها لجان استماع. فلجان الاستماع دلوقتي احنا منتظرينها، وانا كنت لسه مع معالي النقيب قريب وقال ان في لجان استماع قريب ان شاء الله باذن الله هتبقى داخل مجلس النواب لمناقشه بنود القانون، ونشوف ايه اللي احنا عايزينه، وهل يا ترى هتلبي اللي احنا عايزينه ولا جزء لا، جزء منها او كلها او خلافه. بالظبط. وهو بصراحه هو مهتم بالموضوع جدا، وعايز يعدي بالموضوع ببر الامان، وان هو يوصلنا لاكثر يعني استفاده واكثر يعني حاجه استقلاليه نقدر نوصل ليها ان شاء الله باذن الله في القانون. خليني بسالك سؤال مهم جدا، يمكن هو جالي الاستفسار ده من كذا حد من موجودين على الصفحه اول ما نبهنا عن وجود الحلقه والكلام عن الادارات القانونيه. بنسمع ان في شركات قطاع عام وشركات قطاع اعمال، هل في ما بينهم فرق في الادارات القانونيه؟ لا، ما بين الشركات قطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات العامه. اه طيب
سؤال كويس. أولا محامين الإدارات القانونية كلهم يعتبروا هم بيشتغلوا نفس الشغل. هدي بس يعني لا يعني لمدة دقيقة بس هشرح الفرق ده، الفرق ده مهم جدا جدا جدا. النهارده شركات قطاع العام القانون لما نص سنة 47 سنة 73 اللي كان منشأ ساعتها كانت الهيئات العامة وشركات القطاع العام. فتم النص صراحة على محامين الهيئات وشركات القطاع العام داخل هذا القانون. تمام. وفضلت الشركات القطاع العام لغاية سنة 91 لما صدر قانون 203 قانون قطاع الأعمال العام، وتم تحويل معظم هذه الشركات من شركات قطاع عام لقطاع أعمال عام. كلام جميل. فلما انشئت بقطاع أعمال عام معظم الناس اللي كانت متعينة قبل 91 وقبل صدور هذا القانون كانوا متعينين على شركات القطاع العام وفقا لقانون الإدارات القانونية. لما هم جم يشتغلوا بقى في قانون 203 ل 91 فجم في الشق القانوني دول قالوا ايه؟ قالوا طب احنا نعمل لائحة ولا القانون اللي موجود اساسا فيه الكفاية؟ فلقوا ان قانون 47 لسنة 73 فيه الكفاية ان هو ينظم اعمال شركات القطاع العام بعد تحويلها من قطاع الاعمال من القطاع العام لقطاع اعمال عام. فقال لك طب انا ارجعهم ازاي للقانون؟ فقال في المادة 42 من قانون الادارات قال لك تحال اعمالهم لحين اصدار لائحة تنظم عملهم داخل جهة العمل بتاعتهم. والى الان من سنة 91 لغاية اللحظة اللي بنتكلم فيها دي ما صدرش اللائحة، فبالتالي بيتطبق علينا القانون ده نصا وحكما وكل شيء. فبالتالي جميع الاعمال اللي بتتم من خلال محامين الشركات هي نفس اللي بتتم محامين الهيئات. وفي حتة انا عايز اشرحها. احنا النهاردة لما نيجي نبص على الخلاف او الاختلاف اللي ما بينهم هما الاثنين، لما نيجي نتكلم على المركز الوظيفي المركز بتاعنا مختلف، لان يعتبر محامين الهيئات يعتبر داخل الدولة او موظفين داخل الدولة او معينين داخل الدولة، فبالتالي بيتطبق عليهم لانهم يعتبروا جزء من الموظف، يعتبر موظف عام بس بيعمل في وظيفة محامي. اما محامي الشركات يعتبر علاقة تعاقدية، بس الفرق ما بينهم بقى ان انا النهاردة بيتطبق علي انا وهو قانون خاص، والخاص يقيد العام. بمعنى انا لما اجي افسرها بالراحة عشان الناس بس تفهمها، لما باجي اتعين في جهة العمل بتاعتي نفس الاجراءات اللي بتتم في تعيين محامي الهيئة هو نفس الاجراءات اللي بتتم في محامي الشركة. انا ما بتعينش وفقا للقانون اللي هو بتاع الخدمة المدنية ولا باللوائح الخاصة اللي جوه الجهات اللي احنا شغالين فيها. لكن احنا اول ما بتصدر المسابقة مجرد ان احنا بننجح في الاختبارات بتقدموا الاختبارات مجرد ان مين انت الاول. عايز اسالك سؤال بس مهم في النص كده، يعني مين اللي مشرف على الاختبارات دي او مين بتبقى لجنه داخل الجهه اللي انت اللي انت هتشتغل فيها قدام الجهه الحكوميه دي؟ الجهه الحكوميه دي سواء كانت شركه او سواء كانت هيئه. بمجرد انت بيتم اختيارك يتم اجراءات تعيينك كلها بالكامل وفقا لقانون 47 لسنه 73. لا بيطبق علينا لائحه خاصه ولا بيطبق علينا قانون خدمة مدنية ولا بيطبق علينا قانون عمل ولا بيطبق علينا أي شيء. كل القانون اللي بيطبق علينا هو قانون 47 لسنة 73، لأن القانون ده يعتبر قانون مهني. القانون المهني ده بينظم حال المهنة داخل الجهة. حال المهنة دي أنا محامي النهاردة وإنت محامي، فبالتالي نفس اللي بينطبق عليك هو نفس اللي بينطبق عليا. نفس الاجراءات التعيين بتاعتك في الهيئه هي نفس الاجراءات بتاعتي اللي موجوده داخل جهه العمل بتاعتي كشركه. فالنهارده يعتبر لو جينا نحسبها على 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 الوضع الوظيفي اللي احنا موجودين واحد، ما فيهوش اي خلاف خالص. ده في الشكل في الاطار الوظيفي فقط. الوظيفي واحد. ما اللي بيتعين عليه محامي الهيئه هو اللي بيتعين عليه محامي الشركه بالتحديد بكل شيء. احنا خاضعين للتفتيش الفني في وزاره العدل احنا الاثنين. لان احنا الاعمال بتاعتنا الفنيه بيتحم تفتيش عليها فنيا من اداره التفتيش الفني في وزاره العدل. يعني انت تابعين لوزاره العدل؟ احنا تابعين تفتيشيا لوزاره العدل. مفيش فرق ما بين محامي هيئه ولا محامي شركه ولا اي محامي من المحامين الادارات، كلهم بيتطبق عليهم نفس القانون. محامي حكومه في الاخر ايا كان شكلها، ايا ما كان شكلها محامي حكومه. الترقيات بتاعتنا واحده، لازم يطلع بيها قرار من لجنه الادارات اللي هي الدرجات. درجات طبعا احنا درجات بتاعتنا وفقا لدرجات قضنا في النقابه العامه، وده القانون بيقول كده. طب يعني ايه؟ يعني انا النهارده لما باجي احسب المده بتاعتي، يعني انا لما اجي اشتغل النهارده بتعين على الدرجه الثالثه داخل الجهه. جميل. عشان انقل من الدرجه دي للدرجه دي لازم استوفي مده معينه قانونيه. تمام. علشان خاطر اخد الدرجه الثانيه. شبه النقابه. هي بتبقى اول ما تيجي تحسبها من تاريخ قيدك في النقابه العامه. يعني جدول عام استئناف وابتدائي استئناف زي ما هو كده، بس احنا لنا مسمى ثاني. في عندنا حاجه اسمها محامي ثالث
وبعد كده محامي ممتاز، وبعد كده مدير إدارة، وبعد كده مدير عام. فالنهاردة كل الإجراءات بتاعتي في التعيين أنا وهو واحد، مفيش خلاف خالص ما بيننا، والمركز بتاعنا والوضع الوظيفي بتاعنا واحد، لأن احنا النهاردة يعتبر القانون بتاعنا أو اللي احنا دلوقتي احنا مهنة، احنا مشتركين احنا كلنا مع بعض في نفس الايه، في نفس الوضع. خليني اقطعك واخد اتصال يعني الامين العام للاتحاد الادارات محامين الاستاذ محمد يوسف. محمد بيه مساء الخير. السلام عليكم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والاستاذ حسام سعيد المحترم. اتكلمنا وانت في البيت الاول في الدفا. ضحيت بينا النهارده في الاستوديو في الساعه والمطر. والله كان يسعدني ان انا ابقى موجود. شرف لينا يا محمد بيه، شرف لينا حقيقي. ربنا يخليك يا فندم. يعني كنا بنتكلم، متهيألي انت شايفنا وبتتفرج علينا ولا لا متابع. ولا نمت عشان الشغل الصبح؟ لا متابع طبعا. ايه رايك في حديثنا وايه تقييمك للادارات القانونيه؟ بدايه انا احب اوجه تحيه لكافه مؤسسات الدوله والرقابه الاداريه، وبحيي الرقابه الاداريه تحديدا لتقدم مصر في مؤشر الشفافيه الدوليه من المركز 117 للمركز 105، وده نتاج سياسات مؤسسه الرئاسه واعتقد ان مجهودات لاجهزه رقابيه زي جهاز رقابي محترم زي الرقابه الاداريه، اللي اعتقد ان توجهات مؤسسه الرئاسه ادت في الاخر ان في فعلا مكافحه للفساد موجوده داخل مؤسسه الدوله، والدوله ماشيه بخطى اعتقد ان هي خطى ثابته في اتجاه مكافحه الفساد. يعني يمكن بايدك في الكلام ده، بايد المستشار محمد يوسف، بجد حقيقي انت يعني اثرت الاهتمام في جزئيه مهمه جدا بالنسبه لي، انه الرقابه الاداريه شغاله مش شايفه حد، ما بتسمعش لحد غير لنفسها عشان تكافح فساد. انا بايد كلامك 1000%، كلنا شايفين، المواطن المصري حاسس بده وشايف بده، مسؤولين كبار جدا جدا بيتقبض عليهم بدون تمييز، بدون اعتبارات، بدون وساطه. ده معناه اشاره مهمه جدا، وانا بايد كلامك وبقول لك كمل. انا ليه بوجهت التحيه في البدايه لجهاز رقابي محترم وعظيم زي الرقابه الاداريه؟ لان محامي الادارات القانونيه احد الاضلع الرئيسيه في الدوله لمكافحه الفساد. عايز اقول لك ان احنا عندنا دستور عظيم سنه 2014 جه في نص الماده 198 منه قال المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه في تحقيق العداله وسياده القانون وكفاله حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا وكذلك محامي الهيئات العامه وشركات القطاع العام وقطاع العمل العام. لاول مره يفرض داخل الدستور المصري باب للمحاماه بشكل واضح وصريح يرسخ فكره استقلاليه المحامي اثناء ممارسه عمله. الانجاز والاستحقاق الدستوري ده احنا النهارده واقفين على ارضيه صلبه، ومن خلاله بنطالب بتعديل تشريعي القانون 47 لسنه 73. اللي موجود واللي المستشار حسام وصلنا من المستشار عليه. حسام بتقديم يعني طلب او مذكره في مجلس النواب بهذا الشأن. احنا بنقول ان القانون مش بيمس طائفه عشان استحقاقات فيما يخص البدلات، لا، القانون ده هو اللي هيحمي اموال الشعب داخل الهيئات العامه وشركات القطاع العام اللي الرقابه الاداريه كل يوم بتطبط فيها فاسد، وكل يوم بتشاور على واحد فاسد في هيئه، يعني وبتقبض على رئيس. بتتمنى تكون ضلع مباشر من الرقابه الاداريه مثلا. بقول يا جهاز، يا محترم، يا عظيم، يا رقابه، يا اداريه، هناك محامين باجهزه الدوله هم محامي الادارات القانونيه على اتم استعداد بعد تعديل القانون وبالاشتراك مع جهاز عظيم زي الرقابه الاداريه بالتعاون داخل كافه اجهزه الدوله للقضاء على الفساد، وضع خطه حقيقيه داخل مؤسسات الدوله لاعاده حوكمه الشركات وترسيخ مبدا. خليني اسالك يا محمد، الشركات والهيئات، خليني اسالك يعني في هذا الشان، هل الكلام ده يعني اذا ده ما تمش او تم التاخير فيه او الفصل فيه يعني بعد فتره، هل ده يمنعك مثلا من التقدم للرقابه الاداريه بشان مدير عام او خلافه في واقعه تخص الدوله عندك؟ خلينا نتفق ان ليس هناك حائل ما بين اي مواطن وما بين الرقابه الاداريه، لان الابلاغ انا متفق معاك مواطن. انما الحساسيه اللي موجوده عند محامي الاداره القانونيه تحديدا
هي ان المحامي الاداره القانونيه قد يتعرض لجزء لضغوط، بس الكلام ده في حاله، خليني برضو اكون يعني منصف ووسطي، الكلام ده في حاله انه الرقابه الاداريه بتبرز او بتبين شخصيه مقدم الشكوى. على استحاله الرقابه الاداريه بتبرز، وعلى عايز اقول لحضرتك ان في ما هي اوريدي الرقابه الاداريه عندها كامل السيطره على مصادرها ايا كانت شكوى رسميه او خلافه. مظبوط، فبالتالي مش هيتم ال انه يتم معرفه مين مقدم الشكوى، فده ما ياخركش عن تقديم مشكله او وقع جوه. يا فندم انا عايز اوضح نقطه، الفرق ما بيني وبين اي مواطن واللي انا بقوله ليه للرقابه الاداريه تحديدا، لان انا منوط بيا وفقا لقانون 47 لسنه 73 ان انا اراقب تطبيق الوحده للقانون، تمام، وامارس عملي في استقلال. اذا كنت انا مش هقدر امارس عملي في استقلال واقدر احصل على كافه البيانات اللي موجوده فيما يخص المخالفات الاداريه الجسيمه اللي بتتم داخل الجهه، وايدي تبقى حره ومحدش ليه سلطان عليا الا ضميري، انا مش هقدر اوصل المعلومه الصحيحه للاجهزه الرقابيه. ممكن اتفق معاك شويه في الجزئيه دي فعلا، على الاقل في الاستقلاليه نفسها، لكن ده مش هيمنعك من تقديم اذا كانت في مخالفه جسيمه او في اهدار لمال عام. ابدا، والرقابه الاداريه عايز اقول لحضرتك ابوابها مفتوحه للكافه بالظبط لاي مواطن مصري، واي مواطن، وبتتحقق من اي شكوى. يعني انا على مدى علمي وانا متاكد من ذلك، من اي مواطن مصري في اي شكوى بيتم فحصها حتى وان كانت يعني مش سليمه برضه بيتم التحقيق فيها. فده اكيد مش هيقل من دوركم في الحفاظ على اموال الدوله وعلى يعني نزاهه مؤسساتها. حابب اشكرك. رساله اخيره بس بعد اذنك، يعني انا طبعا بشكرك بس عايز اوجه رساله اخيره لمجلس النواب المصري. الرئيس الجمهوريه دايما بيوجههم ان هم يلتفتوا دايما للقوانين المكمله للدستور واللي بتكافح الفساد وبتحافظ على المال العام. كلام مظبوط. عايز اقول لهم رئيس الجمهوريه قال لكم اكتر من مره صح النوم واشتغلوا اكتر، اعملوا اكتر، محدش رقيب عليكم الا ضمائركم، عندكم قانون للادارات القانونيه، عندكم قانون قطاع الاعمال العام. صح. اللي فيه الاف من الشركات اللي للاسف اهدرت وتم اغلاقها في العهد البائد، عندكم قانون يمس مصلحه العمال المصريين. صح. عندكم قانون 203. اتمنى انا بأؤيد على قدر بأؤيد كلامك، بأؤيد كلام الامين العام لاتحاد محامين الادارات القانونيه استاذ محمد يوسف، وبشكرك وشكرا جزيلا، وبقول لك شرفتنا بشغلك ومجهوداتك ومساعدتك لمؤسساتك ومؤسسات الدوله عموما. ارجع للمستشار حسام سعيد رئيس الاتحاد الاستاذ محمد الدرق. طبعا لما بيتكلم احنا لازم نسكت، لان الاستاذ محمد من الناس اللي بصراحه يعني على قدر من الذكاء ومن المعلومات القانونيه القيمه، ودايما سند وداعم لقضيه الادارات، ويعتبر من فرسانها الاشداء الرائعين يعني. ومستعد طيب برضو بالمناسبه انت شكرت الاستاذ محمد، برضو بالصدفه معانا الاستاذ محسن محمدي طبعا اخويا المساعد امين عام مساعد للاتحاد للامين العام للاتحاد محامين الادارات القانونيه. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ورا بعض كلنا. مساء الخير لسيادتك ومساء الخير على الكرام والاستاذ معانا المجلس كله تقريبا يا فندم. معانا المجلس كده كله تقريبا الاتحاد كله كده حاضر. شرف لينا طبعا ان احنا شرف لينا سيادتك ويكون قناتك وبرنامجك منبر لمحامي الادارات القانونيه، وخاصه في عرض مشكلتهم الواقعيه جدا جدا حقيقي. اي حاجه بتخص المواطن المصري وبتفيد المواطن المصري بنحب نجيبها مبدئيا، يعني بدون تمييز او بدون اتفضل. اكيد بدون تمييز معليك. الادارات القانونيه انشئت اصلا لخدمه المواطن المصري بالظبط، وده هدفنا، احنا بنجيب الحاجه اللي بتساعد المواطن المصري فقط بالظبط معليك. لكن الادارات القانونيه في الوقت الراهن هنقول في اسوأ اوضاعها. مش عايز اكبر المصطلحات ولا اقول ده، يعني لما اقول لا هو لا خليني اكون منصف، خليني اكون وسطي زي ما بقول دايما. لما يكون عندي اتحاد تم انشاؤه منظما قريب جدا
وتم الاستعانه باعضاء ورئيس اتحاد. اذا النهارده ابتدينا نبص للادارات القانونيه بمنظور مختلف عن السنوات اللي فاتت. الواقع العملي اللي بنمر بيه في الادارات القانونيه بقى صعب جدا جدا. الحياه ما اتبنتش في يوم. الدنيا نفسها لما اتبنت ما اتبنتش في يوم. فالنهارده انتوا ابتديتوا خطوه لازم تكملوها عشان توصلوا لهدف هو حمايه مؤسسات مع الرئاسه. لما الرئاسه بتحمي مؤسسات وانتوا كان دوركم ده، انا عارف ان انتوا تعبانين شويه وبتحاولوا توصلوا، بس ده اكيد مجهود يعني ده الاجيال اللي بعدكم هي اللي هتقول. هو ده احنا مش تعبانين شويه، احنا فعلا بقينا تعبانين لمرحله كبيره جدا جدا. احنا بقينا في صراع داخلي وخارجي، داخل هيئتنا وخارج هيئتنا. يعني الوضع الراهن لاعضاء الادارات القانونيه للاسف كبير كبير جدا جدا جدا، واحيانا كتير بنعجز عن اداء الادوار اللي احنا منوط بيها مباشره. احنا ما بنترافعش عن الدوله او عن هيئتنا، بس احنا بنمارس القضايا، التحقيقات، البحوث، مراجعه العقود، اللوائح الداخليه، وما يكلف به اعضاء الادارات القانونيه من السلطه المختصه. للاسف شديد جدا جدا احنا عندنا كم من المشاكل تؤثر بالفعل على ادائنا لرسالتنا. جزء منها معنوي وجزء منها مادي وجزء منها فني. سيادتك احنا الوضع الراهن لاعضاء الادارات القانونيه اقدر اقول لك بمنتهى الامانه، يمكن اللي ما رضيش او ما قالوش حسام بيه ومحمد بيه يوسف، ان معظم اعضاء الادارات القانونيه بيفكروا جديا في ترك العمل في الادارات القانونيه والانتقال لادارات ثانيه. احنا محظور علينا ان احنا نشتغل بجانب الشغل في هيئتنا، نشتغل في المحاماه الحره. فبذلك بدل الانتقال بتاعنا. طب خليني اسالك معلش انا اسف بقاطعك مقاطعه صغيره. اتفضل. انا اعتبر ان دي طلبات لمحامي الادارات القانونيه. كلام مظبوط؟ اكيد معليك. يعني لما كلمني المستشار حسام هو رئيس الاتحاد، كلمني في محاوله تعديل القانون او التنظيم لامور وتم عرضها في مجلس الشعب لامور تخص الاستقلاليه وخلافه. كلام مظبوط؟ مظبوط معليك. النهارده اذا عندنا مطالبات ثانيه او طلبات ثانيه، هل برضه واجب بيها صدور قانون، ولا يكفي انه يتم تقديم طلب لمجلس الوزراء للسيد رئيس الوزراء بانه يحاول يتجاوب معاكم شويه؟ في بعض الطلبات لاعضاء الادارات القانونيه، وهي مش طلبات، هي اوضاع قانونيه محتاجه للتعديل فعلا، ممكن لمعالي او دوله رئيس مجلس الوزراء انه يتدخل بشكل مباشر لتعديل الاوضاع دي، وفي بعض الاجزاء بتتطلب تعديل تشريعي. معاليك النهارده انا بقوم بنفس الادوار اللي بتقوم بيها النيابه الاداريه وهيئه قضاء الدوله، بالاضافه الى ما كلف اليه باعمال من السلطه المختصه. النهارده سيادتك انا بشتغل في جهه اداريه او هيئه عامه، الهيئه العامه دي تمارس سلطتها الكامله على الاداره القانونيه فيما يتعلق بمتابعه الاعمال وحسن سير الاداء. معلش بس جهه النيابه الاداريه او الرقابه الاداريه هي جهه اشرافيه وليها حق في العقاب. انا ما بتكلمش على الرقابه الاداريه، الرقابه الاداريه هي مجال البحث عن الجرائم الاداريه عن الفساد وتقديمها بالظبط، ومع ذلك وسيادتك وتقديمها من عندنا. الدور الاول بيبدا عندنا. كلام مظبوط. اول الادوار بتبدا بالاداره القانونيه، هي الجهه تحقيق داخلي وخلاف على حمايه المال العام كما قرر القانون 47 سنه 1973، لان انا الجهه حائط الدفاع الاول ضد الفساد. انا اقدر ان انا اكون قايم على المال العام، مقاوم لكل من تسول له نفسه التعدي عليه، لكن لازم يكون انا عندي الضمانه اللي تحميني في القيام بالاعباء. انا النهارده لما اقدر ابلغ عن احد الموظفين لقيامه بالاخلال بواجبات وظيفته او لتعديه على المال العام، من يحميني انا من زملائه؟ من يحميني انا من تغول سلطه جهه الاداره علي؟ انا النهارده بتعرض لضغوط في حاله موظف كبير للنيابه الاداريه او احالته للمحاكمه التاديبيه يتم التنكيل بيه. انا 90% من مرتبي متغير و10% من مرتبي ثابت. النهارده تقدر الجهه الاداريه بمنتهى البساطه تمنع عني المكافئات، تمنع عني البدلات، تمنع عني الحافز، ويبقى لي في الاخر مرتبي اللي ما يكفيش انه يعيش بني ادم طبيعي لمده 3 ايام في الشهر. دي ازمه. بس خلينا نتفق في الاول وفي الاخر ان احنا يعني ان كل ادارات قانونيه او موظفين الحكومه هم كلنا في اطار موظف للدوله. اكيد معلش. اعتبارات ماديه، خليني اتفق معاك. كلهم في مجاله. اعتبارات الماديه لو هتكلم فيها، المؤسسه اللي انت فيها اكيد المرتبات فيها كلها في نفس الـ يعني المحتوى، يعني هي لا شبه يا فندم بعض. احيانا كتير بتبقى افضل. انا محظور على عضو الاداره القانونيه ان هم انه يضم مده الخبره العمليه اللي قضاها في خدمه الجهه، وعندي امثله كتيره جدا جدا يا فندم. اعضاء الادارات القانونيه اللي اشتغلوا بعقود مؤقته في ظل عدم تعيين محامين طوال مده زادت عن 15 سنه،
وعملوا في الجهات الإدارية بعقود مؤقتة. عند تعيينهم أنكر لهم الحق في ضم مدة الخبرة العملية، فأصبح ممكن يكون قضى 15 سنة أو 20 سنة في خدمة المرفق بعقد مؤقت، لكن عند تعيينه يتم تعيينه على أدنى الدرجات الوظيفية. طب لما أنتوا أهل القانون ما تمش رفع دعاوي ويتعين على الدرجة الثالثة؟ طب خليني أسألك، مالي مرتبه 1600 جنيه، خليني أسألك، مين يقدر النهاردة يعيش ب 1600 جنيه؟ كلام ماشي، كلام أنا بسمع كلامك، ويعني وكمان يمكن أنا خليني برضو علشان أكون صريح معاك، الجانب الآخر وهي الجهة الإدارية من حقها حق الرد مكفولا في هذه الجزئيات، وان كان لانها كلنا نتبع لوزاره الماليه اللي بتحط التقييمات الماديه للموظفين او للجهات الحكوميه. انا متفق مع سيادتك، لكن لا يمكن ان يقيمني من يتقاضى راتب يزيد عن 10 اضعاف مرتبي. خليني اسالك، انتوا اهل القانون، كلام مظبوط ولا انا غلط؟ تمام يا فندم. ما تمش رفع دعاوى في مجلس الدوله تخص هذا الشان؟ لا، في تقرير المرتب والبدل المالي لم يتم اقامه دعاوى، لان ده حق مطلق للسول الجهه الاداريه. معلش، هو المرتب طبقا لقانون الخدمه الماليه، بس في كونه متغير وثابت. عايز اقول للمعاليك ان احنا بيختلف القواعد الماليه لمحامين الهيئات العامه من جهه اخرى، وده يرجع لنسبه الحافز اللي كان بيتقاضاها الجهه قبل اقرار قانون الخدمه المدنيه. طب سؤال تاني، اذا كانت الجهه مش عايز اطول عليك، مش عايز اطول عليك وسهرك، بس عايز اسالك اسئله سريعه. اتفضل يا فندم. ما تمش تقديم طلبات في مجلس الوزراء بهذا الشأن؟ تم تقديم طلبات لمجلس الوزراء في هذا الشأن، وتم تقديمه لمجلس النواب، وتم تقديمه لمجلس الشورى حال انعقاده عام 2012. كان الرد ايه؟ وكان الرد انه جاري الدراسه، وكان للاسف بعض ممثلين الهيئات القضائيه في تلك الجهات يقفون المحامين المحامين الادارات القانونيه بالمرصاد، فتم اعلانه اكثر من مره. تقريبا انتوا عددكم كام؟ دون ان تساوي الرؤوس بين اعضاء الهيئات القضائيه واعضاء الادارات القانونيه. نحن لا نطلب بالمركز القانوني لاعضاء الهيئات القضائيه. طيب، انما نطلب. انتوا عددكم كام؟ عدد محامين الهيئات العامه حوالي 3500، وعدد محامين الهيئات والشركات المملوكه للدوله حوالي 9000. يعني لا يتخطى هذا، يخش تقريبا في حدود 20، بقرابه ال 15000 تقريبا. هنقول الهيئات المملوكه، انا بتكلم سيادتك على الهيئات العامه والشركات المملوكه للدوله بنسبه تزيد عن 51%. اما الشركات اللي بتساهم الدوله بنسبه 10% او 15%، ومنهم بعض الشركات الموجوده كتير اللي ابتدت يعني تطرح اسهمها في البورصه. خليني اسالك قبل نهايه لقائي بيك، يعني وبشكرك جزيل الشكر على دورك الفعال في الادارات القانونيه في مصر وفي الاتحاد، خاصه في الاتحاد المنشا حديثا اللي ليك منصب فيه هو الامين المساعد. كلام مظبوط؟ مش بيمثلكم في الاول وفي الاخر هو نقيب المحامين؟ طبعا الاستاذ سامح عاشور هو نقيب المحامين العام لمحامين مصر كلها، محامين مصر فيهم محامي الادارات القانونيه. كلام مظبوط، بما فيهم محامين الادارات القانونيه. يعني هل اثر في هذه الجزئيه من تقديم طلبات او متابعتها؟ معالي النقيب، يعني انت بتطالب دلوقتي بانه نقيب المحامين بانه يتابع الامر اكثر جديه؟ احنا ترجينا معالي النقيب العام انه انا اعلم جيدا ان في تواصل ما بين المستشار حسام وما بين النقيب واعضاء مجلس اداره الاتحاد. تفضلوا قبله معالي النقيب العام اكثر من مره، واخرها كان تقريبا الشهر اللي فات قبل تقديم القانون، ووعد سيادته ان هو يدعم مركز القانوني لمحامي الادارات القانونيه، لكن اوضح صراحه ان المسائل الماديه والاختصاصات والحمايات والاستقلال المطلوب لاداره الادارات القانونيه يخرج عن يلزمها تشريع نقابه المحامين، انما هو يلتزم يلزمها تشريع جديد فندم، يلزمها تشريع جديد ونظره من مصدر القرار. احنا في وضع صعب جدا، احيانا كتير بنعجز عن اداء مهامنا نتيجه عدم توافر الاعتماد المالي، ودي مشكله. ومعاليك معظم محامي الادارات القانونيه تم تحويلهم للمحاكمه التاديبيه لعدم استرف قضايا لم توفر الجهه المصاريف الاساسيه. اعلم عن واقع، اعلم يعني انا اعلم واقع هي في شمال سيناء في شركه مياه الشرب. بالظبط، كلام مظبوط، شركه مياه الشرب. معاليك اعلم الواقع، ما اعرفش ملابسات الواقعه جيدا، انما انا اعلم انه في واقعه فيها 7 محامين تقريبا. صحيح. من الادارات القانونيه. صحيح. يعني كل هذا الشان انا لسه هسمع وهكمل مع المستشار حسام. بشكرك شكرا جزيلا. انا عايز قبل ما اختم مع سيادتك، بدل يعني انا عايز اوضح لمعاليك ان انا في ادارتي اللي بتشرف برئاستها عندي 10 محامين تم احالتهم للمحكمه التاديبيه لعدم قدرتهم على متابعه قضايا في اسوان وفي مطروح وفي اسكندريه،
وفي اسماعيليه ومركز الاداره القانونيه في القاهره. مين اللي حالهم حضرتك كمدير اداره؟ التفتيش الفني يا فندم. لا يا فندم التفتيش الفني في تفتيش مفاجئ في الاداره القانونيه، طلع قضايا حافز التطوير وحافز الجوده والبدلات المقرره لاعضاء هيئه البحوث في الجهه اللي بشتغل فيها، وسال لماذا لم تبشروا القضايا؟ قلنا لعدم توافر الاعتماد المالي لتحرك عضو الاداره القانونيه من القاهره لاسوان ومتابعه ما يزيد عن 4000 قضيه منظوره في نفس الشأن، فبالتالي لم ياخذ التفتيش الفني بما ابداه العضو من كلامه وقدمه. قدموا طلب قدام التفتيش الفني، ما تقدموا قدام يعني التفتيش الفني او رئيس الجهه دي في وزاره العدل، ادوا له الامور دي كلها عشان ما يحلش محامين جداد. وقدمنا وللاسف التفتيش الفني في تلك الفتره لم ينظر الى وضع او اوضاع الادارات القانونيه، ولكن صمم على احاله الاعضاء للمحكمه التاديبيه وينظر محاكماتهم في الوقت الراهن في الاهمال في السير في الدعاوى، على الرغم من تقديم ما يفيد ان الجهه الاداريه لم تصرف جنيه واحد. خليني في نهايه لقائي اشكرك ويعني واكرر الجهه اللي حضرتك بتتكلم عنها اللي هي تفتيش الفني في وزاره العدل ليها حق الرد في هذا الشان وهذا الصدد وليها مبرراتها. اكيد معليك، احنا ردنا او كان كلامنا بمستندات واقعيه موجوده تحت اكيد الكينة. بس لم يتم الفصل الى الان، فخليني في اي وقت خليني ارجئ هذا الامر لنهايه التحقيقات. ما بحبش اتكلم دايما في واقعه لم يتم البت او الفصل فيها. بشكرك في نهايه لقائي معاك وبكمل مع المستشار حسام. انا اتشرفت بمداخله سيادتك، وان شاء الله كلنا امل ان برنامج سيادتك يوصل صوتنا للمسؤولين ويوضح. امل في الله طول ما احنا شغالين كلنا جدا في الوقت الراهن. طول ما احنا شغالين كلنا وبنساعد مؤسسات ورئيس مصر هنوصل باذن الله. ده اللي نعرفه، ان احنا نكون جنود الوطن تحت رئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شرف لينا ان احنا نضحي من اجل رفعه وشان مصر، ولكن يجب ان ينظر لنا مصدر القرار نظره تحسن من اوضاعنا، لاننا فعلا غير قادرين على القيام بمهام وظائفنا في ظل الاوضاع الصعبه اللي بتمر بها باذن الله. انا مستبشر خير اذا ليكوا حق باذن الله او ليكوا طلبات مشروعه هيتم تنفيذها وهيتم الوصول ليها. بكمل مع مستشار حسام رئيس الاتحاد الذي تم انشاؤه منذ سنتين تقريبا. لا، تدشين من شهرين بالظبط. من شهرين تم التدشين، يعني انهائه، لكنه مناقشته شغالين بقى لنا فتره عليه، بس تم ظهوره للعلن وتم بقى خد اشهاره رسمي في النقابه واعتماد رسمي من النقيب العام من شهرين بالظبط. من شهرين بالظبط بالظبط. شركه المي في تعليقات ليك على الاداره القانونيه بغض النظر عن الامور الماديه او اصل الامور الماديه؟ احنا النهارده بنتكلم على بدلات، في حاجه بدل مهم جدا اسمه بدل التفرغ. بدل التفرغ ده هو البدل اللي انا بتقاضاه في مقابل ان انا اشتغل داخل الجهه فقط وما اشتغلش في المحاماه الحره. النهارده قانون 47 لسنه 3. خليني اسالك سؤال، خليني برضو اكون عادل ومنصف للامرين، هل قابلت هذا الامر قبل تعيينك ولا لا؟ ماشي، ما هو القانون ما تعدلش، هو القانون بيقول 30% من بدايه المربوط. المربوط بتاعنا بدايته يعني الشركات بتبدا ب 300 جنيه بتاخد 30% منه. في ناس تعيينها لغايه النهارده 48 جنيه، يعني بياخد 13 او 14 جنيه. انت معين مزادش. خليني اسالك سؤال، تم تعيينك من سنه كام؟ 2012. 2012 الى النهارده ما تمش زيادتك حتى 20 جنيه في المرتب؟ لا مستحيل. لا طبعا الثابت زاد. ما هو بيتكلم هو على بدايه المربوط، يعني مهما كان انا بزيد في المرتب لكن هو بيديني على بدايه المربوط. بس عمليه تعاقديه، انا بسالك. انا أيوة، انا خد بالك انا ولا منصف ولا ضد ولا مع. احنا دلوقتي بنطلب تعديل في القانون، ما احنا مستمرين دلوقتي على القانون القديم. احنا بقى بنقول احنا عايزين في القانون الجديد ابدا اعدل الماده دي. واحنا كنا مدين مقترح، والماليه نفسها كانت مديه مقترح. الماليه كانت بتقول هتدي نسبه 100% من الاجر الاساسي. احنا قلنا يا جماعه في النهارده اختلاف ما بين حاجه اسمها الاجر الاساسي، لان في الناس اللي عندها لوائح خاصه اسمها حاجه اسمها اجر اساسي، والناس اللي بتطبق على قانون الخدمه المدنيه النهارده عندهم حاجه اسمها الاجر الوظيفي. انت ساعه التطبيق هتدي من الاجر الاساسي ولا من الاجر الوظيفي؟ فرق بينهم كبير كبير جدا. يعني النهارده الاجر الاساسي ممكن بتاعي مثلا ب 300 جنيه، هو الاجر الوظيفي بتاعهم 900 جنيه، فانت هتدي على انهي؟ في ناس هيطبق عليهم في ناس مش هيطبق. فقلنا طب الحل الامثل ايه؟ حط مبلغ نقدي مقطوع، قول النهارده المحامي الابتدائي هياخد 1000 جنيه بدل التفرغ، الاستئناف هياخد 2000، دي مبالغ ثابته. يبقى مبالغ ثابته على ان تزيد مثلا كل فتره بمبلغ معين نسبه مئويه. يبقى انت النهارده وحدت الاجور ما بين الناس. ما يقدرش يقول بنسبه مئويه او يقدر يقول بزياده. هو يقدر يقول مثلا على ان تزيد مثلا سنويا بنسبه 5%. ما يقدرش يقول ده، لأن ده لازم ياخد اعتمادات من وزاره الماليه. ايوه مفيش مشكله، هو يقدر يقول ما يقدرش يدي زياده من النهارده حتى على ان تراجع، حتى على ان تراجع كل مثلا كام سنه مع وزاره الماليه، انت فاهمني؟ لكن انت حط مبلغ نقدي، المبلغ
ده اقدر اصرفه وما يبقاش في خلاف ما بيني وما بين جهه. تم تقديم الطلب ده هو موجود هو ده في نفس المشروع اللي مقدم في مجلس الشعب؟ احنا اقترحناه لكن اللي مقدم في النقابه دلوقتي اللي كانت وزاره الماليه موافقه عليه 150% من الاجر الاساسي او الاجر الوظيفي حسب ما الدوله تختار. ده المشروع المقدم دلوقتي في مجلس النواب تحت الدراسه بالظبط دلوقتي. مفيش اي اخبار عنه؟ لا احنا في منتظرين لجل الاستماع يعني خلال ايام ان شاء الله باذن الله. خلال ايام يعني خلاص يعني لا في خلال ايام ان شاء الله باذن الله يعني خلينا نتابع مع بعض كده وضعكم وشانكم ايه بامر المولى. بس انا متفق انه في امور انت فيها موظف حكومي وفي امور انت فيها رقابي. طبيعي ده اكيد. يعني انا معاك في جزئيتين. هو انا مش موظف بمعنى كلمه موظف، انا محامي معين داخل الجهه عشان بس يبقى في فرق ما بين الاثنين وضبط في الالفاظ. ايه الفرق ما بينك وما بين الموظف اللي في اداره المشتريات؟ انا الموظف اللي موجود لا بيطبق عليه اللوائح الداخليه وبيعتبر كل ما يخص عمله خاص باللوائح اللي موجوده المنظمه للعمل ويتبع مباشره لرئيسه ورئيس الجهه مباشره بتاعه. انا معين داخل الجهه بتاعتي محامي، انا اخضع لاشراف ومتابعه رئيس مجلس الاداره فقط وفقا للقانون ويعتبر هو ملوش سلطان عليا. انا المفروض النهارده يعتبر انا بشتغل باستقلاليه، بس الاستقلاليه دي على الورق فقط لغير للاسف الشديد، عشان احنا كده بنقول بعد كده المفروض ان القانون اللي موجود يدينا نوع من الاستقلاليه الاكتر ان احنا نقدر نشتغل بمنقى عن قيادات الشركات او عن مجلس الادارات. هو ده اللي احنا بنطلبه عشان اقدر اشتغل، لان انا شغلي فني بحت، انا شغلي انا بشتغلش في سلعه، انا بشتغل في قانون. بقول ده ينفع؟ لا ده ما ينفعش. ده قانونيته ايه؟ ده مش قانونيته ايه؟ هل يا ترى هيعود علينا بالنفع ولا هيعود علينا بالايه؟ بالضرر. انا يعتبر رايي فني واستشاري داخل الجهه الموجوده ميزان جوه المؤسسه او جوه الجهه الاداريه. ما ايه؟ رمانه ميزان. رمان ميزان تمام بالظبط كده. يعني انت اللي بتقيم امور كتير جدا مرجعاتها ماديه قانونيه تفيد او تضر. ما فيش مجلس اداره بيقدر ياخد قرار داخل الجهه لما بيعرض على الشؤون القانونيه او الاداره القانونيه. احنا اللي بنقول ده ينفع او ده ما ينفعش. لكن هو بقى في ناس بيبقى عندها هوى معين في اتجاه معين يقول لك سير في الاتجاه ده، لو انت ما حاولتش تسير في الاتجاه اللي هو عايزه يبدا يضغط عليك بقى، لان احنا برضو في اجزاء اكيد معين. مش كل الادارات طبعا مش كله اكيد مش كل الجهات الحكوميه فيها اللي انت ده موجود وده موجود. احنا بنتكلم على انت عايز تحط قواعد ثابته للكل سواء الكل. اللي عنده او اللي ما عندوش، كل الناس تبقى بتشتغل على نفس الاتجاه. طلباتك والدليل على كده زي ما هقول لحضرتك كلام بس لازم يتوضح. احنا عندنا السبعه المفصول اللي انت اشرت عليهم دلوقتي في شركه مياه الشرب وجنوب سيناء النهارده اتفصل فصل تم انهاء عملهم. ليه؟ انا مش مختلف ان اللي يحصل منه مخالفه. لا انا مش عايز انا بس عشان بس برضو اكون يعني صريح معاك. احنا سمعنا الخبر وتم فصلهم، وسمعنا كمان انه في دعاوى يعني مرفوعه في مجلس الدوله طعن على القرار. لم يتم لسه الى الان لم يتم هو في جزء ما ده اللي انا بتكلم فيه بقى في الاستقلاليه اللي احنا بنتكلم فيها يا استاذ ابراهيم. معلش اصل بص اللي احنا بنتكلم فيه ده هو الواقع العملي. انا النهارده المفروض مجلس الاداره ملوش سلطه ان هو ينهي عمل محامي الاداره القانونيه، لان قانون الادارات ده مشروع او طلب مشروعك او ده موضوع ده من ضمن المشروع المقدم ليك. هو القانون الحالي اللي موجود حاليا، لكن الى الان لم يتم تطبيق المشروع القانون. لا 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 مش كده خالص. القانون 47 لسنه 73 نفسه الحالي اللي مطبق اللي لسه من غير تعديل نص على طريقه انهاء على عمل أو طرق على طريق عمل او انهاء خدمه محامي الاداره القانونيه، وقال تمشي وفقا لواحد اتنين تلاتة. انا النهارده لو رصدت مخالفه انا شاكك انها محامي له يد فيها، انا ماليش سلطان على اني افصله ولا اعمله حاجه. كل اللي انا اعمله برفع مذكره لاداره التفتيش الفني في وزاره العدل بقول الراجل ده مخالف في الحته دي. واداره التفتيش بعد ما بتجري التحقيق لها ان توقع الجزاء، انها تبلغ الجهه الاداريه ان هو فعلا مخالف فوقع الجزاء او تحوله للمحكمه التاديبيه. معنى انها تحيله الى المحكمه التاديبيه تغلي يد الاداره عن توقيع اي جزاء لحين صدور حكم المحكمه التاديبيه. واحنا بنقول الكلام فانت تقوم النهارده بقرار منفرد وتروح جاي انهيت عمله، يبقى انت كده خدت اكيد خصوص المحكمه. اكيد هي حتى لو اذا مش قانونيه هيتم الفصل فيها وهيتم رجوع حقهم 100%. ده مليون في الميه. ليه معاك لقاءات تانية. بشكرك بجد، يعني اسمرتنا بجد بلقاء ممتع جدا. حبيبي ربنا استفدنا. عايزين نتابع الفترة اللي جاية معاك، ايه حال الادارات القانونية؟ وصلنا لفين؟ مشروع الاستماع في مجلس النواب هنتابع مع بعض وهنقول الاخبار دي اولا باول، لان انا متضامن مع ان المحامي الادارات القانونية يكون ليه كيان ويحافظ على مال الدولة اكتر من كده. بشكر في نهاية لقائي المستشار حسام سعيد مصطفى رئيس الاتحاد العام المحاميين الادارات القانونية بمصر. شرف لينا. بعتذر لكل مشاهديني
عن عدم التجاوب في الاتصالات. انا عارف ان اتصالات كتير جدا واستفسارات كتير جدا تم يعني ما عرفناش نرد عليها بسبب ان الحلقه مرت بسرعه معاكم، انما كل اللي اتصلوا علينا بعتذر لهم وبقول لهم على صفحه دفتر احوال بالعربي على الفيسبوك موجودين 24 ساعه بيتم الرد. الاسبوع الجاي هنرد على كل الاستفسارات وهنتابع مع الناس اكتر واكتر في دفتر احوال. بشكركم في نهايه لقائي وبقول لكم تصبحوا على خير والسلام عليكم.